أيامه قليلة، لأنه نشاط مفتوح وعمل كثرة المداخلات ونقاش عقب كل جلسة، تنقل يعني من أجل استراحة وذلك، ولكن الحمد لله تم كل ذلك بيسر، والله تعالى بارك في هذا العمل. ونشكر الإخوة المنظمين بشكل أساسي الذين نظموا من قبل ونظموا أثناء وسيصارون على المتابعة من بعد كذلك، فلهم مني جزيل الشكر والامتنان على ما فعلوه، وكل هذا هو منهم وإلي ومنكم وإليكم في نهاية المطاف. طبعا أول منطقة كان في المركز، كان له أنشطة منذ سنة 2004 والمركز له بعض الأنشطة، لكن الأنشطة الحديثة بعد إخراج المركز من كلية آداب العلوم الإنسانية وجعله مستقلا ضمن قانون الحرية العامة، فضلنا أن تكون لنا أنشطته ذات طبيعة أخرى مختلفة، وهي مثل هذا النشاط، يعني تقريرية تواصلية بالباحث. كان الملتقى الأول مع فضيلة الدكتور أستاذ الشاهد المشيخي الذي افتتح النسخة الجديدة من المركز بمحاضرة ونقاش كان قيما في موضوعه وفي مجاله، ولكن ارتئينا أن لا تبقى صيغة المحاضرة هي المهيمنة على نشاط المركز، وأن نعتمد هذه الصيغة بالأساس، لأن فكرة المركز منذ البداية أن يكون وعاء جامعا لكل المتخرجين من تكوين الماستر ومن تكوين الدكتوراه. لا معنى لأن يبذل الأساتذة جهدا قد يستغرق من 6 إلى 8 سنوات من البحث والإعداد والمتابعة في الماستر وفي الدكتوراه، ثم بعد ذلك لا تبقى هنالك صلة أصلا بين الأستاذ والباحث أو بين الباحثين، لأن في نهاية المطاف الأساتذة باحثون والطلبة أصبحوا أساتذة باحثين وسيصبح لهم طلبة باحثون وهكذا، هذه القضية. إذا هو فضاء للتواصل وللحوار وللنقاش من أجل تعميق أفكار هي مشتركة بين هؤلاء الباحثين والدفع بها إلى الأمام ونشرها ما أمكن لدى باحثين آخرين حتى تتحول هذه الأفكار إلى قناعات وإلى مشتركات وإلى سياقات ومدارس فكرية توجه يعني جيل أو أجيال من الباحثين. أنا أحضر يعني منكم هناك باحثون أسسوا مراكز ومعاهد ومؤتمرات البحث وينظمون أنشطة بهذه الخلفية وبهذا المنظور وبهذه المنهجية وبهذه المرجعية مع شعب أخرى في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي العلوم السياسية، ويستطيعون فعلا أن يتجاوبوا بشكل إيجابي مع هذه التخصصات المختلفة. هي تخصصات خرجت من رحم تكوين له طبيعة إسلامية بين قوسين، ولكن له طبيعة إسلامية تعرف معنى الإسلام في امتداده الإنساني والزماني والمكاني والعلمي كذلك. لا معنى لأي فرع من فروع العلم والمعرفة لا يمكن أن تدخله قيمة أو قيم إسلامية توجهه وتصوبه وترشده وتجعله يعني من العلوم النافعة وليس من العلوم الضارة. فإذا هذا هو السياق، هذا هو المجال. نحن نريد لكل هذا أن نكون شركاء جميعا في بناء هذا النسق الفكري وهذا التوجه المعرفي الذي يجعل أرضية له مرجعية الوحي ومرجعية الكون الطبيعي ومرجعية الإنسان، هذه المرجعيات الثلاث الأساسية. الله تعالى أنزل خطابا إلى إنسان استخلفه وكلفه في مجال هو مجال الاستخلاف والإعمار والتنمية والحضارة وهو الكون الفسيح. إذا فهذه ثلاث قضايا أساسية لا بد أن تكون هي المرجعيات الصلبة التي يستند إليها هذا المشروع الفكري. قلنا ونقول بأن استقلال المعرفة بالنص وحده لا يمكن أن ينتج شيئا إلا نزعة النصية تضر بالنص أكثر مما تخدم النص، وإن زعم أهلها أنهم أوصياء على النص أو يخدمون النص، لأن الأصل في النص خطاب للإنسان، وقرأ القرآن يعني كله خطاب للإنسان.
وخطاب الإنسان في زمان وفي مكان، باعتبار أن هذا الإنسان ومكلف بهذا النص يتحرك به في أزمنة وأمكنة مختلفة وفي سياقات. فإذا لا بد أن يراعى هذا الأمر، أي أن يدخل إلى النص بموجب النص نفسه عنصر الإنسان عقلا متدبرا أو شعورا أو إحساسا، قال مداخل الإنسان ما تقصدش يدخل، وأن يكون أصل الواقع كذلك حالا، لأن الإنسان يتحرك بالواقع. وهذا أصل له وانطلق له العلماء، علماء الأصول هم داروا يعني الواقع والعرف. العرف هو مصدر مصادر الشيء. لماذا اعتبر العرف مصدر مصادر الشيء؟ ولماذا نص العلماء على أن الواقع مبتر في تكليف الأحكام؟ طيب الحال له دخل في تدين الإنسان. فإذا نقول كما لا تستقل معرفة بالنص وحده ولا معرفة بالعقل وحده، لأننا سنكون حينها إذا نزعة عقلية أو نزعة عقلانية، ولا بالواقع وحده لأننا سنكون كذلك إذا نزعة واقعية. كل هذا المنطق ديال النزعات هو الذي يشتغل في الساحة اليوم. الناس الذين يتصارعون، احنا ما عندنا مشكل في التبعوة، أنتم استمعتم إلى موضوع واحد هو موضوع المعرفة من مقاربة من زاوية مقاربة فلسفية مع أساتذة اشتغلوا الفلسفة فأفادوا استفدنا من هذه المقاربة، ومن مقاربة أصولية تراثية استفدنا، ومن مقاربة قيمية أخلاقية استفدنا. فإذا أين المشكل؟ المشكل هو في التحصنات التي يخلقها بعض الناس ويتوهمون أنها سياج فكري مطلق ونهائي، وهي في الواقع اختيارات جزئية الأصل فيها أن تتكامل مع علوم أخرى، لأنه لا يمكن كما قلت للمعرفة أن تحتكر في زاوية معينة. هذا الضرب من المعرفة ومن التواصل بين العلوم ومن تجسير العلاقات بين المعارف والقيم والمبادئ المشتركة، إذا كنقولوا ما حرمناش محل النزاع من حيث التواصل والتكامل بين العلوم حتى في الدائرة الدينية. عندما نريد أن نتواصل مع أستاذ مشتغلين بالفقه مثلا، ماشي بنسان هو في الفقه راه معانا، تيقول لنا أنا ما نتكلم في العقيدة ولا نتكلم في الأصول، مثلا عندي الفقه ولا عندي الحديث ولا عندي، طبعا شنو هو الفقه وشنو هو الحديث وشنو هي العقيدة؟ منين جايين هادو كلهم؟ ماشي كلهم من القرآن. لماذا ظهرت ظاهرة الموسوعية؟ موسوعية العلماء في الزمن الأول، الصدر الأول. شي واحد من الإخوان تكلم على ابن رشد، فقال هو كان طبيب وفيلسوف وأصولي والرازي والخوارزمي وابن سينا كلهم، من القرآن، من التفاعل مع آيات النص التي تحيل على آيات أنفس وآيات آخر، فيشتغل على الآيات مطلقة غير منحصر، كيخدم على آيات النص وكيصيبها كتوجه الآيات آخر كيشتغل عليها. وكيصيبها كتوجه إلى آية الأنفس فيشتغل عليها، وكل اشتغال على طائفة من الآيات مدخله هو العلوم، النفس علوم إنسانية واجتماعية، آفاق علوم مادية وكونية طبيعية، والنص العلوم الدينية والشرعية. ما عندناش خصومة بين العلوم النهائية، حتى هذه دوائر العلوم الكبرى هذا تصنيف غربي للعلم. أما العلم بالنسبة لنا فالبنية واحدة، النصي والنفسي والآفاقي كلهم علوم دينية وعلوم شرعية وعلوم إسلامية. العلوم الإنسانية علوم إسلامية، والعلوم الكونية طبعا. شكون هو الإنسان؟ باش نخلق ديالنا، باش القرآن قال له في أنفسكم أفلا تبصرون، كيف نبصر في أنفسنا؟ شنو هي مداخل إبصار النفس؟ هي العلوم. أفلا ينظرون إلى الإبل وكيف خلقت، السماء كيف رفعت، الجبال، وسنريد آياتنا في الآفاق، كيف نبصر آيات الآفاق؟ العلوم طبيعة الحال مختلفة المادية والطبيعية. إذا هذه العلوم كلها هي داخل الدائرة الدينية العامة إلى آخره. فإذا ما نقولش هذا هو المنظور ديال المرجعية اللي كنبغيو نشتغلوا بها، لا تسيج معرفتان ولا تضع نقطة في الصدر، تسأل وتحاول أن تجيب وتترك الباب مفتوحا لإجابة الآخرين. الله تعالى يقول لنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. علماؤنا حققوا كسب المقدر، لا من حيث علوم الشرع ولا من حيث علوم الوضع، وينبغي لكل جيل في الأمة أن يحقق كسبه. وإذا قال ولا تسألون عما كانوا يعملون،
مقتضى المخالفة نسأل عما ينبغي أن نعمل، وإذا لم نعمل يعني كنا مقصرين في كسبنا الراهن من الوحي. نختم واحد الشعار نرفعوه، ربما قلت هذا الكلام، كنقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، أو هذا الدين هو صالح لكل زمان. أصدقه ما معنى هذا من ناحية الصيف العلمي والعملي؟ بمعنى أن يكون الدين قادرا على أن يقدم إجابات لأسئلة الأزمنة والأمكنة المختلفة. ولكي يقدم الدين إجابة، ماشي الدين اللي غيجي يتكلم يقول لنا أنتم عندكم هذا المشكل هذا الجواب ديالي. لا، الناس المتدينين ينبغي أن تكون لهم قدرة على الاستنباط من القرآن، يعني من خلال بذل الجهد واستدراك الموسى. فإذا هذا هو، خصنا جيل من الشباب باحث أو جيل من الباحثين لهم هذه القدرة التركيبية بين أنساق العلوم المختلفة التي تمكنهم من النظر إلى الآيات بشكل نسقي متكامل. ما عندناش شي مشكل مع فلسفة الصراع النهائي. فلسفة الصراع فلسفة دخيلة على الثقافة الإسلامية، لا أصل لها في القرآن، وهي مستوردة من الحضارات الأخرى، ودخلت عندنا خلقت لنا كاع النظام الفكري والنظام المعرفي، والذي الأصل فيه الانسجام والتكامل بين النظم كلها باعتبار أنها نسق متكامل يؤهل الإنسان كي يكون ساعيا في هذه الأرض برشد، يعني ومصلحا فيها وليس مفسدا. فإذا نحن شركاء جميعا في هذا التوجه، وهذه الندوات أو هذه الملتقيات ولتعميق النظر في مثل هذه القضايا، ولكسب معرفة إضافية إذا هذه القضايا توحد من ناحية المرجعية، توحد من ناحية المنهجية، تخلق جسور قنوات تواصل مع الآخرين. وأنا على يقين أن هذا الذي فعلناه، لا أحضر الملتقيات داخل المغرب وصدر كذلك إخوان وخارج المغرب، هذا مثل هذه الندوة أنا أجزم لم أحضر مثلها، يعني من حيث المقاربة التكاملية في الموضوع، ومن حيث عمق البحوث، ومن حيث النقاش على المستوى، شيء مهم جدا. يعني قريبا منها ملتقيات مع العالم الفكر الإسلامي الذي يستدعي كبار باحثين في العالم الإسلامي، وحضرت ملتقيات هذا المعهد. صحيح لها مستوى آخر، ولكن لا يقل عنه هذا المستوى. فإذا نحن نقدم نموذج وخبقي صغير ولكن مهم جدا، وقل نظيره ومثيله في المراكز والمعاهد، ماشي في المغرب، في العالم العربي، في العالم الإسلامي. لهذا أنتم، أنا أقول هذا، ولكن نحن جميع مسؤولون، نحن على خط مهم جدا يمكن أن يكون نافذة من نوافذ الإصلاح الكبرى التي عجزت عنها كثير من حركات الإصلاح المختلفة كيفما كان توجهها. ولهذا ليبقى عندنا هذا الحرص، وليبقى عندنا هذا اليقين، وليبقى عندنا هذا الاهتمام وهذا التقدير وهذه المجاهدة كبيرة جدا. الناس مشاو للسياسة وما صاروا بقايا عمرنا في الباب، حتى ما صار مني دوزت شي واحد. الناس مشاو للتجارة والبيع والشراء، ولكن هذا الباب هذا ما جاب حتى واحد. ليس 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 لي هذا الباب من 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 حراس ولا من مجاهدين ولا من متطوعين، وهذا باب الجهاد الحقيقي الذي تحتاجه الأمة. ما أفسد الأمة إلا السياسة، وما أفسد الأمة إلا التهافت على المصالح، ولكن باب العلم الذي يقوي السلوك السياسي ويقوي السلوك التجاري ويقوي السلوك الإنساني بصفة عامة هو هذا الباب الذي ينبغي أن نرابط عليه إن شاء الله تعالى. فإذا نحن متعاونون على هذا الباب إلى أن يشاء الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر وأعطي الكلمة.